الشهر والغراذيل والنوم يجفى العين فوق المخدة الحزن خيم في الصدور المعاليل من عقب فارق اللي نحبون وده أما المفارق بيد العزم والحيل عند الوداع اللي حصل فيه صدى أنا والله قدري طالع لكن عاد إنهم قالوا إن الحاجة لازم توصل للجمهور وأنتوا ناس مشاعر ذي الجمهور برا. أول حاجة الله يبيض وجهكم على مشاعركم الصادقة الواضحة البينة وندلت دلت طلع عماركم على الشيء اللي حصل بيننا واللي من بناسينا دبت حياتنا كلها. هذا أول شيء. ثاني حاجة أبشر لكم بخو وأحسبوا على راسي وإن إن شاء الله متلاحقين. وإن إن شاء الله متلاحقين. وهو برنامج وآلية برنامج وسياسة برنامج. وكل منكم في حقه والله كل منكم في حقه. خلوني عاد أنا أسمع عليكم شوي وخل الوضع يكون بسيط. سوى صدوركم. وارقص نود. والأمر بسيط. هذا اللي فيما يخصكم يا أخوياي. أما الأمر الثاني اللي هو يخص الجمهور. والناس اللي عرفت شنار والناس اللي قدمت لشنار في ذا البرنامج من بدايته لين يومكم ذا اقول الله يبيض وجهكم بياض الشح وابشروا بالخير وابشروا بالسعد ما ادري وش الخير فيه. الامر الثاني انا ماني بقايل بدايه الانطلاقه والنجوميه ولا لكن انا دخلت بواقعيتي وبطلع بواقعيتي اللي انا احبها وراضين بها ومرضي الله بها قبل كل شيء. واللهم لك الحمد والشكر والحمد لله على كل حال وسلامتكم. أحد بيضيف شيء؟ أحد بيقول حاجة؟ ويا ليت أنها باختصار ومختصر. الله يرحم والديكم. يا أبو إبراهيم. ما يحتاج. وأنت ذيب عدا وخذ صيته وافلح. وأنت نجم هنا ولا في القناة ولا خارج ما القناة. ما عليك زود يا أبو هيد. وأنت يا أبو إبراهيم عرفناك وعاشرناك ونعم الرجل. ما عليك ولا في مراجلك ولا في دينك ولا في واقعيتك. لكن والله والله لو انها بت مني واختيار الشفوف والله انك ما تظهر بيننا يا شنار الشك زاي لكن اللي في الصدور ابلغ ومشاعرنا تجاهك مثل ما قلت لك انت ابخشبها كسبناك ما يحتاج ورفيق ومستشار ونعم المستشار يا شنار ابشروا بالسعد ابشروا بسلامتك ابو ابراهيم تدري بغلاك انت من بدت العرب ونها توالت علينا يا اخوك انها طقتين في الراس هذا انها صايد الحسن وانتو اجلت العمر لكن اخوك والله العظيم اني لو اني ما يحتاج اللي في الخاطر اللي في الخاطر ابلغ ابو هقر اللي في الخاطر اكبر وابلغ سم ابو بطل صلوا على النبي. انا بتكلم بشكل عام وما جيت انت بشكل خاص على عجاله. البرنامج ذا مر علينا شيء فيه والله الظاهر ما جت فيه نسخه. راحوا منا سبعة من اخواننا في يوم واحد معقبه ثلاثة معاد قبل أمس مناحي وانت اليوم والله أنها شيئا تحز بخاطر حتى اللي ما فيه قلب. سمعت أنت غالي جدا وأنت عارف لكن اللي مهونها علي أنا يا سيف أني داري أنك نجم جيت نجم تظهر نجم ولا أنا بخايفين عليك برا الخوف على اللي برا منك. سمعت هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أسولف أنا أبو مسفر أمس الصباح أقول مبطي من جلسة الدرج ودنا أنت جمع وراد الله أنك تروح لكن أبشر بالعوم الله يسك العوام وهذا برنامج وأنا دشناها جميع وأنتم في روسكم ونجم ما هو بنجم بس في الشاشة غير أنه نجم في الشاشة نجم بأخلاقه نجم خلى على ما قال اللي هنا والله العظيم أن الواحد في قلبه الشيء الكثير لكن باختصار انا ما شاء الله تبارك الرحمن وبارك لك صدق فعلا كسبت قبل الشهره محبه اللي عندك هنا زين والشهره ومحبه الناس اللي هناك اللهم لك الحمد وعلى ما قالوا تستاهل كل خير تستاهل واللي يعرفك واللي يعرفك عن قرب يعرف ليه احنا حزنين الله يطول عمرك يا ابو علي يرحم والدك صلى على النبي. اما بالنسبه للرجال يعرف غلاه عندي ما يحتاج
لكن اللي بقول ما عليك خوف بر مرة و دقيقة لابد القلب يميل للواحد والله والذي نفسي بيده اني كسبت اخو وجبل شل بسعادك ابو مسفر وما عليه خوف وسلامتكم شل بسعادك هذا طال عمرك ابن عمي ومن اومشني ومن اومشنا بيض الله وجهك بيض الشمس وديها الركايب وتغني به خير من يمثل وخير من يجمل قال من هو يبدع القاف طرب الله زين بدع القاف لا صار في قادي المني يصب له صافي الدله حقها البيضة على رؤوسها الاشهادي والثاني اللي يقول طال عمرك مدى ما في وجه بجاد شوق الطموح اللي تنفر قعدها فنه ملاد المني عيبه لو كاد ربع تسرع بالبلا في هددها انك والله من الحمول انت تتعب ما عليكم زود انك والله من رؤوس عرب ما عليكم زود جعل والله ربي يوفقك ما عليكم زود ويستر عليك واللي في الخاطر والله العظيم انها اكثر والله انا واللي في خاطرك وسب جعلك والله تسلم طول عمرك وانا اخوك هذا ابو مهدي سام يسمح دربك ويسهل امورك ويحفظ لك والديك آمين. انا اعرفك من قبل البرنامج انت نجم ودخلت وزدت النجوميه نجوميه من سطاره راسك والله انه نعم انت من قبيله ونعم ونفتخر فيك انت اخي اللي ما جابته امي وابشر بعجب عينك شيء ثاني انا اعتذر يوم الفرحه امس ما جات اللي في خاطرك أيه. وانا اللي عارف في خاطرك كله بيض الله وجهك وجمل الله حالك وعمرك واعذرني لو حصل لك قصور ولا حصل اي شيء سمي ابو عبد الله وجهك حالك على كل ما قدمته قدمت العلم الطيب بين اخوياك وتنشر النصيحه والعلم الطيب ويجونك اخوياك يشتكون عندك ولا يتكلمون ولا يفضفضون تعطيهم الحلول بتوفيق الله والله يجمل حالك امين ويبيض وجهك علمك غان من عندنا يا اخوياك ما عليك زود وتدخلت معنا بوجه النبي وظهرت بوجه النبي سلامة الجميع الله يوفقك وياك يا ابو علي ودخلت نجم زي ما قال ابو عبد الله وتطلع نجم ما عليكم زود الكلام واجد لكن انت على شيء الله يرحم والديك طول عمرك طول كل واحد منكم في خاطر هبل سمع سال نار انت اخو وانت تدري وش غلاك انت وانك والله اخو بعد شنار لكل واحد منا له موقف انا قبل اسبوعين تقريبا صار لي ولا وقف معي للرجال ذا ادري ان ما نبى انت حصان وبتروح وامورك الله يوفقك لا ولا انا بخايفين عليك انت نجم نجم من هنية ويا عوين اللي برا لا منك طلعت الله يوفقك ويستر عليك نستنى الطلعه عشان نقابلك باذن الله والله يلقيك خير وين ما تروح تلاحقين يا ابو محمد موقفك اعرف انه يا شنار مهما كان والله اني اموت واعيش واعيش واموت اني فلا نسيت اللي سويته الله يجعلني فداك انت ابيض وجهي يا شنار لانه صدرك ابلغ سم الله يطول عمرك الله يرحم والديك ويطول عمرك أفا عليك لا اعتذار ولا حاجة ما ولا حصل ولا أفا عليك ما حصل له زين ان قريبين ان شاء الله هذا اللي حز في خاطري واللي حز في خاطري بعد ان الشاره ما اشتغلت الا اليوم بصوت الرجال هذا الله يطول عمرك الله يجعل ربك وانت عاد ما يحتاج كلام صدرك ابلغ يا ابو مسلم الله يجعلني فداك الله يجعل ربك سمي ابو ماجد انت دخلت نجم وطلعت اكثر نجوميه والله يعين اللي برا عليك ولا احنا ابن الحك سباق بالخير وسابقنا بالطيب وبالعلوم الطيبه ولا لو سوينا ما نلحق ثاني شيء المعذره والسموحه لا جاء مني انا تقصير ولا زله لسان ولا شيء ينحز بخاطرك ولا قلت لي انا اعتذر لك قدام الرجال وقدام عليك الناس ما حصل منك الا طيب وانت واعتبرني اخوك الصغير وانت اخوي الكبير وانت قدوتنا وانت على قولتهم راس وسع صدرك وماني بفاقد الا كلمه دائما تقولها لي تقاصيني في اذني وانت تدري فيها والله يستر عليك وسهل دربك وين ما كنت ومن يقول سامي ابو ثبي ومن يقول ويستر عليك ومن يقول وعلى قولة ابو محمد عوين اللي تطلع برا انت نجم ويكفي انك معنا كاس المكاسب الطيب ومعنا بوجه واحد وبوجهين والله يجعل ربي يوفقك امين ويستر عليك وياك يا ابو ثبي أبشر بساعتك. ولو وش أقول فيك؟ والله العظيم إني فلو فيك حقك.
مجملين عمرك ومجملين شيبانك ومجملين الربع اللي انت منهم، راعى وقفه تجمل وراعى فزعه عجله وراعى كلمه طيبه، ولا هو بيجي منك الا كل علم غانم. والله العظيم انت عاد بيني وبينك عاد شيء الشباب ذا كلهم ما يدرون به، انت شفت تطيل العمر وكسبت انت كل علم طيب. والله العظيم يا رجل ان هي افزع معنا هنا ويخلص له امور ويحل امور معقده. انت شفت تطيل العمر وجمني عند الرجال وعند القبائل اللي اقول يا شنار والله الذي لا اله الا هو انك متجمل اول وتالي وانت اخو. لو وش اقول فيك ما بيت حقك يعني، لو اعبر ما يعني ما ذوق حزنك. لكن اللي بقول عسى الله يعيننا ويصبرنا، هذا اللي بنقول. والله العظيم يا اخوك انك برنامج وانك تجمل العرب اللي انت منهم. والله اني اقول هنا صار كلام الجميع، ما اقول لك وما دام انك منا فالعلى نخلع. واني اقول هنا صار هذا كلام سامي ابو عواد، عسى الله يوفقك وياك طال عمرك. انا عرفتك في الشادي صحيح، كان متسابق وكنت ضيف في قناه بدايه، ومن خيره الشباب ولك صور بخوياه واللي قابلته. وبعد ما كنت ضيف في بداية جمعنا الله في هذا البرنامج العظيم، وأول عمل سويناه أنا وشنار قبل لا يبدأ حتى برنامج كاريزما. ومن حسن حظي أني شاركت بأعمال مع أخوه شنار، وأنت نجم من دون كلامي للأمانة. يرحم والديك. أنا قايل أبو مشعل، بقول أبو نواف، نواف خويي أنت خالد، يا رب يخليهم لك كلهم. اللهم آمين. أنت نجم سواء بقيت ولا طلعت، الله يرحم والديك ويطول عمرك، ولا خارج الله يرحم والديك ويطول عمرك، جعل ربي يوفقك. ومن يقول اسلم الله في الرجال ده، الله يطول عمرك سواء هنا المتسابقين ولا الله يرحم والديك اللي برا. ما هي باللي بالنا يا الربع، ما هي باللي بالنا، والله ما هي باللي بالنا. انا من دون عم لا 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 لا, لا, لا. انا من دون انه اللي على بالنا سامي ابو ثامر سم. والله لو تكلم من اليوم سنين قدام ما في تحقق، اقسم بما لا حل القسم انك صنيف